السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من طبعة محدودة. ضيف هذه الحلقة رئيس اللجنة المركزية للمشروع الوطني في العراق الشيخ جمال الضاري. أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك أستاذ عمر، رحب فيك ورحب بمشاهدي الشرقية الكرام. أشكرك. الاسم شوية طويل، يعني اللجنة المركزية للمشروع الوطني في العراق. راح نتناول المشروع الوطني، بس بدي اسالك من البدايه، من اسمك جمال الضاري، هل هناك علاقه القرابه مع المرحوم الشيخ حارث الضاري؟ الشيخ حارث الضاري هو ابن عم والدي، وتربطني به علاقه اسريه من هذا المجال، فالتقي انا وهو في جدنا المشترك الشيخ ضاري المحمود، المعروف في قائد أحد قادة ثورة العشرين، والذي قتل الكولونيال البريطاني لاتشمان. فأرتبط أنا والشيخ حارث رحمه الله بالشيخ ضاري جدنا الأكبر. أنت ترتبط معه بعلاقة عائلية فقط أم أن هناك ارتباط مع هيئة علماء المسلمين؟ مع هيئة علماء المسلمين لا يوجد أي رابط تنظيمي، لكن مع الشيخ حارث، الشيخ حارث يعني لي الكثير. فهو قبل الاحتلال كان الشخص المتميز في العائلة رحمه الله، وكان لمواقفه وآرائه التي كان يلتزم بها وقع على أبناء العشيرة وعلي أنا شخصياً. لكن بعد الاحتلال الشيخ حارث الضاري أصبح أبرز رجال المعارضة العراقية، وتحمل العبء الأكبر في تبني مشروع المقاومة العراقية، وكان مصدر فخر لنا كعائلة الضاري، لأن الشيخ حارث سار على نهج جده الشيخ ضاري أولا، وثانيا لأننا أيضا نرى فيه العراقي الذي جسد معاني المقاومة والعزة، ووقف بوجه أكبر قوة داهمت واحتلت البلاد فهي أمريكا. فلذلك باعتباري أنا أحد أبناء العائلة، وأنا أعتبره هو ابن عم والدي، لكني أعتبره عم لي. يعني قصدي الإعجاب الشخصي هو اللي كان الطاغي، وليس القناعة الأيديولوجية بآراء وطروحات هيئة علماء المسلمين أم ماذا؟ أنا لا أتكلم عن هيئة علماء المسلمين، بالنسبة لي الشيخ حارث حالة خاصة تختلف عنه، لأنه لم أرتبط مع هيئة علماء المسلمين بأي شكل من أشكال التنظيم، ولم أحضر أي اجتماع لهيئة علماء المسلمين. لكن الشيخ حارث كان يمثل لنا رمز للمقاومة، ونحن كعراقيين جميعا نفخر أن نكون جزء من هذا المشروع المقاوم للاحتلال، فكانت تربطنا به رابط الإعجاب والفخر، وهذا شرف لنا. والأمر الآخر هو ما كان يعبر عنه من مقاومة ومن رمزية ومواقف. أردت شوية أعرف الناس بتاريخك الشخصي، وحضرتك ذكرت مرتين ثلاثة عبارة المقاومة، هل تعني بذلك المقاومة السلمية أم أنك يعني منضم إلى المقاومة العسكرية بعد الاحتلال في 2003؟ هو عندما يتعرض البلد لاحتلال قطعا هناك مقاومة عسكرية تكون، وهذا حق كل شعوب العالم، وهذا حق طبيعي تكفلت فيه كافة الأعراف والمواثيق. ثم احنا ديننا يفرض علينا أن ندافع عن وطننا، ويعتبر الإسلام من قتل دون أرضه فهو شهيد. فهناك عدة اعتبارات تجعل إذن اشتركت في فصائل المقاومة. أنا لا أدعي أنني اشتركت تحديدا في أي فصيل، لكني أيضا أتشرف أني كنت جزء من هذه الحالة بالعموم. فإذا احتاجني الوطن
سواء كان في أي مشروع مقاوم، سواء في كلمة أو مساعدة أو إلى آخره، أو تبني بعض أبناء شهداء المقاومة، فلي الفخر والشرف، وأعتبر هذا جزء من الواجب الوطني الذي تربينا عليه. متى آخر مرة يعني اشتركت في عمل مقاوم؟ متى غادرت العمل المقاوم؟ العمل المقاوم لم نغادره إلى الآن، لأن المقاومة المسلحة. المقاومة المسلحة هي دائما تكون مع وجود الاحتلال وتنتهي برحيل الاحتلال. إذن مع مغادرة أمريكا رحل وانتهى موضوع المقاومة. مع مغادرة أمريكا انتهى موضوع المقاومة المسلحة مع مغادرة الأمريكان. وأنا أصلا كنت خارج العراق منذ عام 2005 وتردد على العراق قليلا، لكن في 2005 كنت في عمان ولا؟ في 2005 خرجت إلى لبنان. طيب ردت أسألك، أنت ذكرت بعد بانتهاء الاحتلال يعني انتهت المقاومة العسكرية، في تلك اللحظة ما خطر ببالك أن تدخل في مجال العمل السياسي ومحاولة الدفاع عن الفئة اللي تمثلها؟ اولا انا قلت انتهت المقاومه العسكريه، ولم اقل انتهى يعني الاحتلال بشكله العسكري، لكن مشروع الاحتلال هو الذي لا زال يعمل في البلد ولا زال الذي يدمر البلد. العمليه السياسيه التي تحكم العراق الان هي من صنيعه الاحتلال. اساس العمليه السياسيه وضعه بريمر في اطار سماه مجلس الحكم، وهذا المجلس لم يكن يتعارف عليه العراقيون من قبل هذا الشكل من أشكال الحكم. بريمر حول التصنيفات الاجتماعية إلى تصنيفات سياسية. عندما نجلس اجتماعيا ونتجاذب أطراف الحديث نقول هذا أحيانا عندما نسأل يتقدم أحد للزواج، هذا من الفلانين أو هذا دينه كذا، أو هذه كلها تصنيفات اجتماعية. مشكلتنا في العراق أن بريمر حول هذه التصنيفات الاجتماعية إلى مشروع سياسي، تم تسييسها وأسس مجلس الحكم وفيه يجلسون على أساس يعني أنت طائف. تقول ما يجري الآن، ما يحدث الآن هو مشروع احتلال، هو مؤسس من قبل الاحتلال ومستمر، لا زال مستمر. لا، إذا مشروع احتلال يعني معناها هذا تقصد أنه هذا يعني ما يجري الآن هو برعاية أمريكية. العراق اليوم للأسف لا يوجد فيه سيادة حقيقية. الميليشيات التي يقودها قاسمي سليماني هي التي تتحكم بالمشهد الأمني، وداعش الوافدة علينا من الخارج، وهذه أيضا مسؤولية الاحتلال الأمريكي. في القانون الدولي إذا احتل بلد فمن واجب البلد المحتل أن يحافظ على حدود البلد. ما صنعه الأمريكان هو أنهم تركوا البلد فوضى وتركوا الحدود لمن هب ودب، فدخلت علينا أفواج وجماعات من خارج العراق لا يمثلون العراقيين، ولذلك اليوم البلد لا سيادة فيه، فيه داعش، فيه ميليشيات داعش سليماني. أنا أذكر في آخر لقاء جيت للمرحوم الشيخ حار الضاري هنا في عمان ذكر عبارة، قال خلي يرحل الاحتلال وإحنا قادرين على أن نحل مشاكلنا بأنفسنا. وأنت من المعجبين بالمرحوم الشيخ حار الضاري، ويعني الآن تقول إنه الاحتلال هو رحل بصيغة العسكرية، لكن هو باقي يعني هناك ذرائع أخرى لعدم اتفاقنا. فبتعتقد هذا في النوع من الاتكال على موضوع الاحتلال وما فعله الاحتلال. أقصد المانع الأكبر لهيئة علماء المسلمين وللشيخ حار الضاري كان هو بزوال الاحتلال. كان يقول إذا زال الاحتلال العراقيون هم قادرون على أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. وهذا لم يحدث قطعا. أنا أذكر أن المقاومة عندما كانت تتكلم عن مشروعها السياسي كانت تقول بزوال الاحتلال وآثاره. فالاحتلال زال كمدرعة ودبابة وعسكري، وإن كان هناك اعتراضات من البعض على هذه العبارة، لأنهم يعتبرون أن التحالف الدولي الآن الموجود والقصف آثار الاحتلال لم تزول. عندما نتحدث عن دستور
كثير من العراقيين اليوم يتهمون الدستور الموجود أنه جزء من المشكلة السياسية في البلد. هذا الدستور كتب في عام وجود الاحتلال، لم يكتب بعد رحيل الاحتلال. أنا أقصد الإرادة الوطنية الآن، ألا يعني أليس بوسع الإرادة الوطنية إذا ما قرر العراقيون أنفسهم، أليس بوسع الإرادة الوطنية أن تغير؟ قطعا نعم، الأمر بيد العراقيين، والعراقيين عليهم مسؤولية، المسؤولية الأولى في استعادة بلدهم، لا يمنعهم هذا الأمر، ولا يمكن أن يعيد لبلدهم أن نعلق الأمر على شماعات مختلفة. نحن كعراقيين واجبنا الأول أن نتفق فيما بيننا، وأن نضع خارطة الطريق، وأن نضع تصور. لذلك نحن أطلقنا هذا المشروع الذي هو المشروع الوطني العراقي، وأطلقناه بمظلة جامعة. هذه المظلة هي تحتوي كل الوطنيين ويتسع للجميع. المشروع الغاية الرئيسية منه هو الحفاظ على، راح أتطرق له يعني فيما بعد، لكن أريد أخلص من موضوع الهيئة. أنت حضرتك حسب ما فهمت يعني أنت كنت يعني منضم وغير منضم إلى هيئة يعني علماء المسلمين، أنت كنت متأثر بشكل شخصي بزعيم هذه الهيئة، برئيس هذه الهيئة، بوفاته حاولت أن تدخل أنت في مضمار العمل السياسي. أريد أسألك ليش ما عملت من ضمن الهيئة؟ ما هي المؤاخذة اللي تأخذ على مواقف الهيئة؟ الهيئة مؤسسة بشكل موضوعي، يعني احنا دائما الهيئة مؤسسة نظامها الداخلي لا يسمح لي ولا لمن هم أمثالي أن يكونوا جزء منها. السبب؟ لأنها مؤسسة تشترط الحصول على شهادة في العلوم الشرعية لتكون جزء من الهيئة. أنا أعتقد أن قصة العراق هي تحتاج إلى مشروع وطني جامع. هذا المشروع الوطني يكون فيه الناس على أساس المواطنة. الهيئة الشيخ حارث تحديدا كان طرحه وطني ومشروعه وطني وفكره وطني، لذلك أنا تأثرت كثيرا. بس كانت تصطدم بسقف الطائفي؟ لا تصطدم، لكن بالنهاية الهيئة هي هيئة علماء المسلمين السنة، رغم أنهم يصرون كانوا أن يسمون نفسهم هيئة علماء المسلمين، لكن الإعلام كانوا يسمونهم، وأنت ذكرت الآن، السنة. فإذا دخلنا في هذا الأمر سنعود لنفس المربع الذي يقسم على أساسه البلد، سني وشيعي وإلى آخره. يعني ما عندك في التحفظ على مواقف الهيئة اللي كانت يعني يصفها بعض أنها متزمتة وغير منفتحة على العمل السياسي المرن؟ الهيئة كانت تمثل الجانب الرافض للاحتلال، وهذا يعني أنها كانت صدى وانعكاس لحالة المقاومة في الاحتلال. حالة المقاومة في الاحتلال هي حالة طبيعية، لكن الغير الطبيعي في مقاومة العراقيين، ونعود أيضا إلى المقاومة لأنها لم توفى حقها منا من العراقيين، ولم توفى حقها من العرب، ولذلك يجب أن يعاد الكلام في المقاومة مرارا وتكرارا ليعرف العراقيون والعرب ماذا صنعت لهم المقاومة. المقاومة العراقية هي الوحيدة في التاريخ التي لم يكن لها أي واجهة سياسية، لأن من كانت تقاومه هو أمريكا، وأمريكا هي القطب الأوحد، كانت تسيطر على العالم، ولم يكن هناك معسكران، انهار المعسكر الشرقي وبقيت أمريكا هي التي تتفرد. فلذلك الهيئة تحملت كثير لأنها كانت تتبنى طروحات المقاومة وصودرة. وأنا أعرف هذا الأمر بحكم قربي من الشيخ وكم كان يعاني. أقصد البعض يعني يوجه له أن السنة قد فقدوا العديد من الفرص نتيجة لمواقف متزمتة من مرجعيتهم التي كانت هي هيئة علماء المسلمين. هذا الذي يوجه اللوم لو نسأله هل تلوم الشهيد الذي يقتل للدفاع عن أرضه، الذي يحمل البندقية ويموت من أجل وطنه،
هذا يستحق منا أن نقف إجلالا وإكبارا وإكراما له، وأن نرعى أبناءه وعائلته، وأن نقوم بواجبه، وأن نخلد ذكراه. هذا الشهيد كانت الهيئة تعبر عن هؤلاء الناس. صح، بس هذا الخطاب يعني مع احترامي له، لكن الحلول تتطلب تنازلات. قطعا. فقصدي يعني أنا ما بعرف كمراجعة يعني تاريخية لمواقف لي في العشر سنوات الماضية، 12 سنة الماضية، ما تشوف أنه مثلا يعني من أبرز الدعوة لعدم المشاركة بالعملية السياسية، الدعوة لعدم الانتخاب، الدعوة لعدم المشاركة في الجيش والشرطة وكذا. حس العديد من الفئات في المناطق السنية أنهم قد فقدوا مراكز ومواقع مهمة لإدارة مناطقهم على الأقل، وبالنتيجة هم دفعوا الثمن بالسنوات اللاحقة وعادوا الكرة فيما بعد في محاولة للتعويض. ما تعتقد هذه الرؤية كان هي بحاجة إلى تصحيح؟ أم أنك تتفق مع يعني ما لي تتحدث بشكل يعني الإعجاب بشخصية الشيخ حار ضاري ويبعدنا عن الموضوعية؟ نحن دا نحاول نقيم. قصدي أنا لا أعتقد أني مخول في الجلوس بمجلس كأني عضو بهيئة علماء المسلمين لو دافع عن مواقفهم. لا أنا أتعرف لكن أنا أذكر أن هيئة علماء المسلمين اشتركت في مؤتمر الوفاق الذي عقد عام 2005 والذي حضره الجعفري والمالكي وفي القاهرة، وهذا ليس تزمت عندما يجلسون مع من يعتبرونه جزء من مشروع الاحتلال في حينها، فهم كانوا مع أي فرصة حقيقية. إذن هم كانوا يظهرون المرونة برأيك يعني في التعاطي مع، يعني أعتقد هذا واقع وليس رأي. شهدنا المؤتمر وجمع الشيخ حارث رحمه الله والآخرين، فعندما يكون هناك جدية لمشروع حقيقي أنا أعتقد أن الجميع واجب عليهم أن يكونوا. لذلك احنا طرحنا في باريس موضوع المؤتمر الدولي. المشكلة العراقية لا يمكن حلها اليوم بوجود طرفين، وجود عملية سياسية ووجود معارضة خارج العملية السياسية. لا يمكن أن تحل ببساطة، لأنه الطرفين يلغون الآخر، وهذا الأمر لن يوصلنا إلى نتيجة. على المجتمع الدولي الذي أحدث هذه المشكلة، وتحديدا أمريكا هي التي جاءت واحتلت خارج الشرعية الدولية، عليها مسؤولية، وهذه المسؤولية توجب عليها أن تساعد في إيجاد حل للشعب العراقي وألا تسلم البلد بيد. إذن نرجع نفس النقطة، إذن العراقيين غير قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم. العراقيين قادرين، لكن العراقيين يحتاجون إلى مساعدة، لأنه المشكلة العراقية ما عادت مشكلة محلية. المشكلة العراقية تأثيراتها الأقليمية لا تختلف عن تأثيراتها على الشعب العراقي، تأثيراتها الدولية عندما تنتج هذه المشكلة، هذا الحجم الكبير من الإرهاب، وتحتاج معالجة كل هذه السنين، وعندما يتكلمون عن عشرات السنين للقضاء على الإرهاب، إذن المشكلة هي ليست داخلية أولا. ثانيا أنا أتساءل ما هو الفرق بين العراقيين وباقي الدول؟ لماذا هناك مؤتمر دولي لمناقشة مشكلة اليمن؟ لماذا لا يوجد مؤتمر دولي كما يناقش فيه مشكلة ليبيا وسوريا؟ من حقي أنا كعراقي أيضا أن أقول لماذا يوجد معارضة يعترف بهم المجتمع الدولي في الوضع اليمني وفي الوضع الليبي وفي الوضع السوري، ولا يوجد معارضة يعترف بهم المجتمع الدولي؟ عملية سياسية وفق يعني سياقات و خلينا نقول وفق معايير مقبولة دوليا لدى الغرب ولدى الأمريكان وبرعاية أمريكية، وصارت هاي العملية المعارضة تتحدث عنها يقول لك هاي موجودة في داخل العراق، المعارضة اللي موجودة في بغداد. والله أنا يعني قصدي أنت متؤمن بالبروسيس هذا بالعملية الديمقراطية ولا كيف؟ أنا أعجب يعني كيف يمكن أن يستمر هذا الخداع للشعب العراقي وتسمية هذا الذي يحصل هو عملية ديمقراطية. الديمقراطية عملية حضارية
تنتج حكومات متعاقبة ناجحة تخرج بالبلد من حالة إلى حالة وتحل مشكلات البلد. ما يحصل عندنا في العراق هو صندوق انتخاب. صندوق انتخاب هذا إن سلم من التزوير ومن المال الحكومي والتسلط. فعندنا صندوق انتخاب، لكن الديمقراطية التي تبقي حزب الدعوة في الحكم إبراهيم الجعفري ثم دورتين المالكي ثم العبادي، هذه ليست ديمقراطية. هذه ديمقراطية حزب الدعوة. الديمقراطية من مفاهيمها تداول السلطة. عندما نجحت القائمة العراقية في عام 2010 لم يسمح لها بتشكيل حكومة، وهذا منافي للديمقراطية. لماذا؟ لأن الديمقراطية فقط صندوق انتخاب في العراق. ثم من أهم ركائز الديمقراطية محاربة الفاسدين. ما يحصل الآن هو أننا نقول أن نشكل حكومة توافق. ما معنى حكومة توافق؟ حكومة توافق معناها أننا نجلس كمجلس حكم، ثم انتقلنا إلى مجتمعين نتقاسم خيرات البلد بين هذه الأحزاب وهذه التشكيلات، ويتقاسمون الوزارات، والشعب العراقي يأكل الهواء والتراب للأسف. طيب، ما الجديد الذي جئت به في إعلانك للمشروع الوطني في العراق؟ الاسم هو المشروع الوطني، لكن ألا تعتقد أنه مشروع لجمع السنة؟ هو عندما نقول مشروع وطني فالوطن للجميع. وأنا أعتقد أن فكرة المشروع الوطني هو تناقض تماما فكرة الطائفية، وتعارضها وتوجد حالة هي الحالة الحقيقية التي يعيش عليها تربى عليها العراقيين ويعيشون هذه الحالة باستمرار، الحالة الوطنية. المشروع الوطني هو بامتياز ليس طائفيا، لأننا إذا أخذنا فقط مشهد الإعلان كان فيه اليزيدي أمير الطائفة اليزيدية، وفيه المسيحي، وفيه الشيعي، وفيه السني، فهو مشروع وطني لكل العراقيين. يعني هو توصيف لحضرتك اللجنة المركزية. اللجنة المركزية يعني من كم عضو؟ هذا جزء من اللجنة المركزية، لكن هو المشروع الوطني امتداداته في الداخل كبيرة جدا. نحن بعد إعلان المشروع الوطني تلقينا رسائل تأييد ومباركة بهذا المشروع، وكثير منها كان من النجف الأشرف، وبعضها من سياسيين. يعني ماكو توجس منكم بأنكم تمثلون طائفة ولا؟ نحن لما تقول يعني وصلتنا رسائل تأييد من النجف نعم وصلتنا رسائل تأييد من نجف، وبعضها معلن وبعضها رسائل شخصية. بتسألك من أنتم يعني في المشروع الوطني؟ نحن في المشروع الوطني نمثل الحالة العراقية الرافضة لكل ما يجري في العراق. هناك عراقيون كثر، بل هم الأغلبية العراقية الرافضة لهذا الواقع، غير ممثلة بالأحزاب السلطة التي في العملية السياسية، وغير حتى ممثلة بالجهات المعارضة. الرافضة للواقع ولا الرافضة للعملية السياسية؟ الرافضة للواقع. نحن نمثل المواطن العراقي. المواطن العراقي ماذا حصل وماذا جنى بعد عام 2003؟ كل هذه الثروة الهائلة التي أنفقت في العراق، وكل هذه الشعارات التي رفعت من أجل هذا المواطن، ماذا حصل المواطن العراقي في كل الملفات؟ عندما تتكلم عن الأمن مفقود اليوم في العراق. لا توجد مؤسسات أمنية تحترم نفسها تستطيع أن تحمي المواطن وتقتص للمواطن. ثم الخدمات، موضوع الخدمات، عندما يتكلم أصحاب العملية السياسية ومن يستلمون السلطة عن مشكلة الكهرباء، هذه المشكلة التي لو سلمت لأناس لا علاقة لهم وأعطوا جزء مما رصد لميزانية الكهرباء لكان الناس الآن يعيشون ظروف
مناسبة جدا وكانت حياتهم طيبة. إذا سمعت الشيخ يعني هذا وصف هو فضفاض، يعني كل من هو غير راضي عما يجري الآن من يقول أنكم تمثلوهم؟ أنا لا أدعي التمثيل، لكن أنا بالنهاية عراقي وأنا أتكلم باعتباري أنا واحد من هؤلاء. يعني تحمل معاناتهم. إذا أنا اليوم غير مطلوب في العراق، لا قيد أمني علي ولا دعوة، لكني لا أستطيع أن أنزل اليوم في مطار بغداد لعدم وجود أمن. إذا أنا عراقي أعاني من هذه المشكلة، ثم أهلي يعيشون في العراق وناسي يعيشون في العراق يعانون من هذه المشاكل في الخدمات وعلى تواصل، ثم هناك أكثر من 300 شخص كان المفروض أن يحضروا إلى باريس، هؤلاء يأتون كان المفروض من البصرة والناصرية وبغداد وديالة. في باريس المؤتمر التأسيسي؟ لا، في باريس كان المؤتمر التأسيسي لكن بسبب إشكالات التأشيرات. لا يعني قصدي في باريس هو المؤتمر التأسيسي الأول للمشروع الوطني. كان المؤتمر التأسيسي في باريس اللي على أساسه أعلن عن المشروع الوطني. بس أنا أسألك من ناحية تنظيمية، لما سألتك من أنتم تشوف من يتكون المشروع الوطني، يعني مسألة يعني هو يعني يمثل هموم من هو أكيد يعني يحمل المعاني الإيجابية اللي يتمناها الكل، لكن أقصد تنظيميا. هو تنظيميا نحن وجهنا الدعوات للجميع لكل من يؤمن بفكرة الوطنية كحل، وأن يكون العراق للعراقيين فقط. وجهنا الدعوات على أساس أننا سنشرع بإعلان مشروع وطني. هذا المشروع الوطني هو أشبه بجبهة ليس حزب. هذه الجبهة فيها مرتكزات، من يؤمن بهذه المرتكزات يكون جزء من هذا المشروع. في بداية أي مشروع هناك عوامل إيجابية وعوامل سلبية. قد أحكي عن السلبية؟ أنا لا أمانع أن تسألني عن أي شيء في السلبية، لكن من الأمور التي يجب علينا نحن كعراقيين في جبهة المعارضة العراقية أن نجعل العراق أولا. وأنا باعتباري جزء من إدارة هذا الأمر وكنت جزء من فكرة هذا المشروع، لاحظت أن للأسف بعض العراقيين مؤمنين بالمشروع وبفكرة المشروع وبأهداف المشروع، لكنهم لم يلتحقوا لأنهم لم يجلسوا في الصف الأول مثلا، أو لأنهم يعتقدون أن هذا المشروع سيغيب بعض اللافتات التي يحملونها. لذلك هذه الأمور مع الوقت عندما يطمئن الجميع أن هذا المشروع هو مظلة وجبهة للجميع، عندما يرى الآخرون أن هذا المشروع هو لا يلغي أحد ولا يتعدى على خصوصية أحد، بل الجميع يعمل داخل هذا المشروع ضمن آلياته وخصوصياته وتوجهاته، لكنه في النهاية نتفق على هدفنا الكبير وهو إعادة العراق للعراقيين. يعني كيف قيم مؤتمر باريس؟ هل هو يعني مؤتمر ناجح أم أنه فشل فيما كنتم تنتظرون منه؟ لما لا. تقول صار خلاف من يقعد بالصف الأمامي وكنا اسم جدتي. لا أنا لم أقل أن أنت سألتني عن السلبيات وهذه. لا بس قصدي كتقييم أنت كيف تجد. أنا أعتقد أننا عندما نطلق أي مشروع نحتاج أولا أن نعلن هذا المشروع وأعلناه من باريس. لماذا باريس؟ ليس لأننا نريد أن نجلس في باريس وعلى نهر السين، أنا عندي إقامة في أوروبا واستطيع أن أذهب إلى باريس في أي وقت، لكن لأن باريس هي التي قالت في عام 2003 لأمريكا نحن اخترنا أن نكون ضمير العالم، وأن ما يحصل في مجلس الأمن هو في عام 2002 ما يحصل في مجلس الأمن هو محاولة قرصنة على بلد، وباريس كانت ضد استحصال أمريكا شرعية دولية. فباريس بالنسبة لي عاصمة كانت ضد الاحتلال وضد ما يحصل أولا، ثم الشخص الذي افتتح المؤتمر كان حينها وزير خارجية فرنسا وكان له موقفه المشهود
الذي عبر عنه أيضا في المؤتمر، فاختيار باريس لهذا السبب. ليش رايحين بعيد؟ ليش مو بالخليج مثلا؟ نحن لا نريد أن نكون ضمن هذه التجاذبات، لا نريد أن يقال عنا أننا مشروع خليجي أو أننا مشروع تركي أو أننا مشروع سعودي، لا، نحن اخترنا باريس لأننا نحتاج للعالم أن يساعد في حل مشكلتنا. نحن قلنا حتى نحل المشكلة أولا علينا عراقيين أن نتفاهم فيما بيننا، ثانيا على العالم أن يساعدنا في إيجاد حل حقيقي للشعب العراقي، لأن العالم إلى الآن لا يقبل إلا وجهة نظر الحكومة والعملية. يعني إذا سألتك عن الأهداف اللي تحاولون يعني أن توصلوا لها، الخطوة الأولى هي في لم شمل الأطراف المعارضة للأداء السياسي، خلينا نقول مو العملية السياسية في العراق، وأغلبها من الناس الموجودين في خارج العراق، لأنه قلت بالداخل أكو مصاعب كان. وفي خطوة لاحقة راح يعني تتبلور عن هذا المؤتمر، يتبلور وفد أم لجنة مركزية أم ماذا؟ يعني حتى تتفاوض مع من؟ أم أنها لتجلس على كرسي ند للند مع الحكومة العراقية في مؤتمر دولي؟ ما حصل في باريس هو إعلان للمشروع، ثم إعلان للمضمون وطرح مضمون المشروع على العالم. هناك خطوة لاحقة وهي عقد المؤتمر الأول للذين لم يحضروا إلى باريس بسبب التأشيرات. هذا في داخل العراق، وهذا سنعمل عليه في داخل العراق في الأشهر القادمة إن شاء الله سيتحقق. الذي نطمح إليه هو بعد أن نبني مشروعنا في الداخل ونرتب وضعنا نحن ومن معنا ومن يقبل بهذا المشروع، نتجه إلى المجتمع الدولي ونبين له حقيقة ما يحصل على الأرض، لتكون قناة ثانية يتلقى منها المجتمع الدولي الواقع على الأرض، لأن المجتمع الدولي يعتبر اليوم الحكومة العراقية هي شريكة أساسي في التحالف ضد الإرهاب، لكن الواقع يقول أن هذه الحكومة هي شريك غير نزيه أولاً، ثانياً هي شريك غير ناجح لأنها هي تخسر كل يوم ولا تربح، وما يحصل في العراق هو ليس عملية تحرير إنما عملية تدمير وتكسير. ثم نحن نطرق المجتمع، أبواب المجتمع الدولي، وندق الجرس لنقول لهم يجب أن تفكروا ماذا بعد داعش، لأن مشكلة داعش قد تحل عسكريا لكن ماذا بعد داعش؟ بس هذا كله بالتوازي مع موقف آخر اللي هو أنتم تحاولون إظهار الحقيقة من وجهة نظركم، أنه يعني الجانب الآخر للحقيقة. إذن أنت بعيد تماما، أو المشروع الوطني بعيد تماما عن اهتمام موضوع الانتخابات القادمة، ما تدخلون بهذا البروسيس يعني بهاي العملية؟ هذا الموقف من العملية السياسية والموقف من الانتخابات سيناقشها المؤتمر القادم، لكن أنا قناعتي أنه لا جدوى من هذه الأمور. الواقع العراقي اليوم واقع سيء ومر جدا، ما يحصل في الفلوجة، نحن في شهر رمضان، جرت العادة أن يهنأ الناس ويهنأ بعضهم بعضا في رمضان، لكن والله حتى كلمات التهنئة لا تجري على اللسان لما يحصل اليوم، ليس فقط في الفلوجة، لكن الفلوجة هي جسدت هذا الأمر برموته، في رمزية أيضا. الفلوجة اليوم مدينة عراقية تتحمل الحكومة العراقية ابتداء أنها لم تحميها من سيطرة الدولة الإسلامية داعش عليها، ليس مسؤولية الشعب العراقي ولا مواطنين الفلوجة أن داعش استولت عليهم وحكمتهم، هذه مسؤولية الحكومة العراقية التي واجبها أن تدافع عن بغداد وتدافع عن الفلوجة وتدافع عن الأنبار. لكن أنا أرى أن الحكومة العراقية قصرت، ثم بعد ذلك بعد تقصيرها تلوم الضحية على ما يحصل الآن وتحملهم مسؤولية
أنكم تعاونتم مع داعش وأن داعش بقيت عندكم هذه المدة الطويلة. طيب إذا مسؤولية من هذه؟ ما يحصل هو ليس تحرير إنما تدمير. التحرير فيه معاني إنسانية. من معاني التحرير أنني أفرح عندما يدخل الجندي ليحررني. هل أهالي الفلوجة اليوم، لنسأل أهالي الفلوجة إن كان هذا تحرير، هل هم فرحين بما يحصل اليوم لمدينتهم؟ هذا الاستفزاز الذي يحصل، هل الجيش العراقي وهذه المؤسسة العريقة العراقية التي نفخر بها كعراقيين تعجز أن تستعين بمستشار عسكري واحد لتجلب ثم بعد ذلك تجلب لنا هذه الحكومة؟ قاسم سليماني بهذا المشهد الاستفزازي للعراقيين كلهم، ولا أقول للسنة، لكل العراقيين الذين قالوا إيران برا برا، والعلم العراقي الإيراني أحرقوه أهل الديوانية وأهل الناصرية، لم يحرقوه أهل الفلوجة وأهل الأنبار. وأنا لا أقول أن الفلوجة والأنبار غير رافضين، أهل الفلوجة والأنبار رافضين، لكن كل العراقيين هم رافضين لهذه الهيمنة وهذا الوجود وهذا الاستفزاز الإيراني. هل عجزت الحكومة العراقية أن تستعين بمستشار فتجلب لنا قاسم سليماني؟ الذي يحصل اليوم للأسف هو ليس تحرير الرمادي. بس استكمالا لموضوع عدم مشاركتكم في الانتخابات، أو أنت رأيك الشخصي يعني وكما أفهم، لكنه لم يعني يتم الاتفاق على رأي نهائي، هذا صحيح؟ هو ما ناقشناه في مؤتمر باريس أننا غير معنيين الآن. هل تم اتخاذ قرار بعدم مشاركة في انتخابات قادمة؟ طبعا، لكن في المؤتمر القادم الذي سيكون أوسع، من حق المؤتمر العام أن يقرر السياسة العامة التي ينتهي المشروع. لكن فكرة المشروع هي قائمة أساسا على إيجاد حل عراقي خارج منظومة العملية السياسية عن طريق مؤتمر دولي عن طريق، لكن هذا لا يعني أننا نقول للعملية السياسية كما هم يقولون أن الآخر مرفوض. نحن لا نعتقد أن صيغة رفض الآخر وإقصاء الآخر هي الصيغة الحقيقية والصحيحة. هذا الهامش الصغير أريد يا تنفي أتأكد من موضوع الأخبار اللي راجت مؤخرا عن سعي لحضرتك لاستقطاب بعض النواب العراقيين، وبالذات يعني نواب من اتحاد القوى للعمل يعني تحت لواء المشروع الوطني. هو لو كان المشروع الوطني قائمة انتخابية لكان هذا الأمر صحيحا، ولو كان المشروع الوطني يطمح لأن يستلم سلطة قد يكون هذا الأمر صحيح. بس يعني واحدة من وسائل الضغط بالداخل بالبرلمان من خلال التشريعات من خلال عمل برلماني. لا يمكن لنا أن نكرر الخطأ. العاقل عليه أن يستفيد من التجارب، والشعب العراقي تعب من تكرار هذه المسلسلات. إذن غير صحيح الاستعانة ب هل كانت تجربة عام 2010، هل يمكن لنا أن نحصل على أغلبية وثم إذا حصلنا أغلبية بيد من القرار؟ هل بيد أصحاب العملية السياسية؟ أنا أتحدث عن خبر حتى يعني لا غير صحيح خبر عن عرض لمبالغ وتخصيص مبالغ لنواب لإقناعهم بالانضواء يعني تحت المشروع الوطني. بس التسلك عن دور حزب البعث، حزب البعث يعني قد يشكل في الثقل لا بأس به خارج العراق من الناس المعارضين لما يجري في داخل العراق. أنت كيف استقطبت حزب البعث؟ وهل تم يعني هل دور حزب البعث في المشروع الوطني هو دور مؤثر أم أنهم على الهامش أم ماذا؟ أولاً هو هذا المشروع لا يقصي أحداً وليس بديل عن أحد. حزب البعث هو في النهاية حزب عانى الكثير بعد عام 2003 وقدمت قياداته للمحاكمة وفرض عليه قوانين الاجتثاث والمساءلة والعدالة وإلى آخره من القوانين التي حاربت حزب البعث. أنا أعتقد أن ما جاء
بعد عام 2003 سياسة الانتقام والإقصاء والتمييز، هذه سياسات لا يمكن توصلنا إلى نتيجة. لذلك نحن نعتقد أن بدل هذه الأمور هو الحوار، الحوار المفتوح مع الجميع، مع الخارج ومع الداخل ومع كل من يقبل بالحوار. لكن أرفض أنا أيضا الحوار العقيم، الحوار الذي أقصده أن يكون هناك ضمانات، وهذه الضمانات يجب أن تأتي بمظلة دولية. أنا أيضا أعتقد أن الأمم المتحدة عندها فرصة اليوم أن يكون لها دور حقيقي في العراق، أن تعمل مع العراقيين على إيجاد آلية لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي يجب أن لن يستثني أحد. إذا هي المتحدة يعني الصادق نتائج الانتخابات وتقول هاي الانتخابات جرت من ضمن المعايير الدولية المقبولة، فكيف الأمم المتحدة نفسها تجي تتصرف يعني بشكل مغاير وتعتبر من لم يدخل بالانتخابات ولم يعترف بها يعني تعامله معاملة الند، فكيف يعني؟ أنا هل تعتقد هذا واقعي يعني قصدي؟ طبعا واقعي. أولا أنا لا أقول أني راضي عن أداء الأمم المتحدة بالفترة الماضية، إنما أقول على الأمم المتحدة أن تعمل على هذا الأمر. هذا لا يعني أني موافق على أدائها، لأن عندي ملاحظات كثيرة على أداء الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن الحوار اليوم في العراق مهم جدا. عندما أقول على الأمم المتحدة نفس الكلام ينطبق على العملية السياسية. أنا عندما أرفض العملية السياسية لا أعني أن كل من في العملية السياسية هو إنسان سيء وهو يريد الفساد للعراق وهو يريد تدمير العراق وهو جاء من الخارج وجاء مع المحتل. أنا أقول العملية السياسية شكلها المحتل، لكن العملية السياسية فيها ناس سيئين مفهوم. وفيها ناس جيدين. لم تجبني على السؤال الخاص بحزب البعث، كم عضو حزب البعث في اللجنة المركزية؟ لا يوجد شخص يقول أنا من حزب البعث في اللجنة المركزية. قد يكون هو فكره من حزب البعث، قد يكون توجهه ونفس توجه حزب البعث، لكن هذه اللجنة ليست على أساس الأحزاب، إنما على أساس أشخاص لم يرشح تنظيميا من ضمن حزب البعث. لم يرشح أحد من حزب البعث ليكون ضمن أعضاء اللجنة المركزية. حزب البعث كان موقفه واضح، كان من المؤتمر على لسان الناطق الرسمي قال نحن مع كل جهد وطني سواء كان مؤتمر باريس أو غيره، ونحن ندعم من الخارج أي جهد ممكن يؤدي إلى عملية. على طاري الدعم، هل هناك دعم قطري لحضرتك؟ الدعم العربي المفروض يكون لكل العراقيين. مشكلة العرب مع العراقيين أنهم تخلوا عن العراق بعد عام 2003، لذلك العرب اليوم يجنون ويقلعون شوكهم بأيديهم نتيجة هذا التفريط في الموضوع العراقي. العرب واجبهم وأمنهم القومي يستدعي منهم اليوم أن يكونوا مع العراقيين وأن يدعموا العراقيين للخروج من، لأن العراق للعراقيين، والعراق إذا كان للعراقيين فهو بالنهاية لأهله، لمصلحتهم. لكن هل دعموكم اليوم عندما هم؟ أنا لا أقبل أن أتلقى دعم من أي دولة عربية لأني لا أزال في بس طور. مين مصادر الدعم لهذا المشروع؟ يعني خلي قبل هذا التسألك، قد عدد الحضور في باريس مثلا؟ الحضور في باريس لم يتجاوز 100 شخص. طيب 100 شخص وتذاكر وفندق، وهناك 600 شخص في أربيل ربما وتذاكر وفندق، أقصد هاي العملية يعني هي تحتاج إلى مبالغ قطعا، فمن يقوم بهذا العبء؟ أولا احنا الذي رعى المؤتمر هي مؤسسة سفراء السلام من أجل العراق، وهي منظمة تعمل مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد مصالحة وطنية التي يفتقدها الشعب العراقي. إذن تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي؟ قطعا. هذه المنظمات عندما تقدم مشروع
ويعتبر هذا المشروع يصب في مصلحة الأمن والاستقرار. مجدي أو لا؟ هناك ميزانية تخصص، ثم قسم من الميزانية من عندي أنا، وقسم من أصدقاء لا يريدون أن نذكر أسماءهم، فهو جهد عراقي مع. طيب ردت أسألك، خلينا نتحدث عن السنة، يعني شئت أم أبيت الآن الحديث بهذا الشكل. نعم. الوجود السني أصبح يعني مهدد، الجماهير السنية بين قوسين أصبحت أغلبها الآن هي تسكن الخيام، الآن بحدود الأربع مليون نازح، وأغلبهم من المحافظات اللي هي ذات الأغلبية السنية. كشخص يعني اتصديت للعمل السياسي، وكنخبة سياسية آخرين من القادة السياسي، ما تشعرون بمسؤولية يعني تاريخية إزاء ما يجري؟ ما تعتقد أنه العبء الأكبر هو يقع على القادة السنة بأنهم قد انشغلوا بالبحث عن مكاسب وعن المواقع، وهذا الاستئثار بالزعامة والبحث عن زعامة، ما تعتقد هذا السبب الرئيسي في ضياع هذه الجماهير؟ عندما نتكلم عن القادة السنة هل نعني بهم أصحاب العملية السياسية؟ المشاركون من السنة في العملية السياسية هم يملكون ولديهم امتيازات، يعني يعاملون نفس معاملة الآخرين، لكنهم صفر في الصلاحيات. لذلك كل من يريد أن يتكلم منهم عن واقع السنة يحصل له الذي حصل لطارق الهاشمي ورافع العيساوي وأحمد العلواني، وهو نائب في البرلمان يملك امتيازات، له راتب مثل الآخرين وحماية، لكن السنة بعد عام 2003 في العملية السياسية لا صلاحيات لديهم، فلذلك هم يتحملون المسؤولية. لماذا؟ لأنهم رضوا أن يكونوا جزء من هذا النظام السياسي الذي يستفيدون منه على المستوى الشخصي، لكنهم لا يقدمون، غير قادرين على التأثير، غير قادرين ولا يقدمون أي شيء لمن انتخبهم. بس هذه مو مشكلة الناس. هذه ليست مشكلة الناس، لذلك نحن نبحث عن حل وتغيير. وأنا أعتقد أنه في حقيقة الأمر ليس سعيد اليوم من يضع نفسه في موضع المسؤولية اتجاه السنة في العراق، لأنه السنة اليوم وضعهم سيء جدا، لا يملكون مقومات الحياة، أبنائهم يعانون من الجهل، هم مهجرين. السنة اليوم يعيشون في مخيمات، هذه المخيمات لم يتعود عليها العراقيين للأسف، هم تتصدق عليهم المنظمات الإنسانية. هذا العراق الكريم لم يتعود على هذه، فأعتقد اليوم الذي يضع نفسه في موضع المسؤولية تجاه السنة للأسف هو يتحمل عبء وحمل كثير. فلذلك نحن أطلقنا هذا المشروع الوطني، لأنه نعتقد أن العراقيين اليوم، نقولها بالعراقي، حملهم كبير، فيجب على الجميع أن ينهض به. ولا يعني أنا اليوم أقف أجلس أمامك لست مسؤولا عن ضياع العراق، ولست مسؤولا عما يحصل اليوم، لست مسؤولا عما حصل في عام 2003، ولست مسؤولا عما يحصل اليوم، لكني أعتقد أن علي واجب، فعلى الآخرين إما أن يضعوا يدا بيد معي لنخرج من هذا، أو يعينوننا من بعيد ولا يتهمون الآخرين ولا يضعون العصب. داعش وما بعد داعش يعني أعتقد يتفق الجميع أن الخاسر أكبر من مرحلة ما بعد داعش هم السنة. أنت كيف يعني تتخيل المشهد في الليلة يعني الثانية ما بعد رحيل داعش؟ كيف سيكون يعني شكل التعايش في داخل العراق؟ الوضع في العراق عميق جدا ويحتاج إلى نظرة عميقة. الواقع بعد داعش سيكون أسوأ بكثير من داعش، وهذا ليس تنجيم. لماذا؟
لأننا عندما نقول أن داعش سببها الظلم، هو أحد أهم أسباب داعش والظلم، اليوم نضيف للظلم الجهل والفقر. فإذا كان الظلم أنتج لنا داعش، فماذا سينتج لنا الثلاثي؟ الظلم، الفقر، الجهل. قطعا سينتج لنا شيء أكثر دموية وتطرفا ورعبا من داعش، هذا على مستوى الشعب العراقي، ثم على مستوى السنة، ثم على مستوى الشعب العراقي. هل سنبقى ننفق هذه الميزانية وعائدات النفط على هذه الحروب الداخلية التي لن يخرج منها الشعب العراقي منتصرا؟ الذي يقتل اليوم هم العراقيون، هم الذين يقتلون اليوم، سواء كان من الجنوب أو من الفلوجة أو من صلاح الدين. بالنهاية هذه الدماء التي تسيل هي دماء عراقية، لمصلحة من؟ هذا النهر الذي يجري من الدماء. فلذلك بعد داعش على مستوى السنة الوضع سيكون سيء جدا، على مستوى العراقيين سيستمر هذا النزيف، لكن على مستوى سألني على مستوى المنطقة ماذا سيكون بعد داعش؟ اليوم بعد داعش العرب عليهم أن يكونوا بمواجهة المشروع الإيراني مباشرة. طبعا عندما يتحدث قاسمي سليماني بهذه العنجهية التي نتكلم عنها سابقا، العنجهية، ثم عندما تصلنا تقارير عن بناء معسكرات في النخيب وعن تهجير أهل النخيب، إيران اليوم على الحدود السعودية. فإذا بعد داعش سيكون الوضع أسوأ على العرب، لكن أيضا على المجتمع الدولي. لماذا نقول نحن المسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي؟ على المجتمع الدولي أيضا يجب عليه أن يعرف أنه سيواجه شكل غير معهود. اليوم هذه الفكرة المتطرفة موجودة في العراق، موجودة في سوريا، موجودة في مصر، موجودة في ليبيا، موجودة في اليمن، موجودة في رقعة جغرافية واسعة جدا. بعد سنين إذا بقيت هذه كرة الثلج تكبر تكبر تكبر، على العالم أن يواجه شكل غير نتهية لما هو أعظم يعني. نعم، لما هو الشيخ جمال الضاري، أشكرك جدا على هذه الفرصة. شكرا جزيلا. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم. هذا عامر إبراهيم، يتمنى لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم.